صبر شوفي لا ما تخافش مع امين باقي على امين تحياتي امين واحترامات امين السلام عليكم اصبر اصاحبي سمعت وي بونسوا باردون انا في المغرب غندوي بالعربيه باردون ديزولي السلام عليكم انا كنوجه لهذا النداء الاخوان ديالنا الممثلين جميع الممثلين امين خونا والشباب الممثلين كاملين وانا اخويا هشام مرضت بزاف اخويا هشام ملي كنشد دوزام كنلقى سامحيني كتبان لي اختي فريده غاده في الطريق كتبكي وكيديروا لنا شي افلام ديال التواركه حيت هما رخاص كيجيبوه منينا وحنا حنا حنا الشعب المغربي حنا كابرين مع جدودنا كابرين مع والدينا حنا كابرين مع محمد الخامس وحسن الثاني الله يرحمه الله يرحم الاسره العلويه وعيس سيدنا راه سيدنا راه ملي غايشوف هاد الافلام راه غادي يتقلق واش عباد الله ديروا لنا افلام مغاربه ديروا لنا ارجعوا ليامات التاريخ ليامات الاولين ديروا لنا افلام مغاربه ديروا لنا افلام بغينا نشوفوا ممثلين مغاربه بغينا حنا نشوفوا ممثلين كيبانوا في العالم ديال الاوروبي بغينا نشوفوا التمثيل بحال سي سعيد الناصري هذاك السيد ممثل مزيان وبغينا حتى حنا شي ممثلين بحال هادو بغينا ممثلين نشوفوا حنا دابا كنشدوا مصر كنلقاو ممثلين لابسين مزيان عندهم فلوس كيمشيو لبرا خدامين عندهم ليسبيريونس عندهم ديور وحنا الممثل ديالنا عباد الله في التلفازه كيبان زوين ولابس مزيان كتشوفوا على برا كتلقاه في ميريسكو الراميد ما عندوش والله الا عيب بالله وانا شغال نقول لكم مرتونا بزاف هذا الفيلم ديال فريده راه خرج على عباد الله بزاف عثمان كوزان كان يبكي عثمان كوزان كان ما كيحملش فريده ما كانش يحملها والو كاع فريده ما كانش يبغيها ما يبغى لا امها لا خوها لا باها لا والو ايوا حشومه هادشي عيب ديروا لنا شي افلام مغاربه ديروا لنا بوشوغ طايق وبغيت نشكي على واحد البرنامج اخر هذاك ديال افتاح الشهيه هذاك ديال افتاح الشهيه ديال الصباح دوزاب صباح اختي بغيت اختي داك الصباح انا مع الصباح ملي كنفيق مع تسعود كنشد دوزاب كنلقاك باديه ديروا لنا شويه الطواجن شويه البيصاره ديروا لنا شويه الكرعين ديروا لنا راس مبخر باش يطيب واش يطيب مبخر ولا شويه وقهرتونا بهذاك الفورشيط بلاستيك والبرنامج الخيط ابيض نسيمة الحر اختي انا بغيت نقول لك واحد النداء اختي نسيمة الحر راه الله سبحانه وتعالى قال لك سر العباد يسرك الله في الدنيا ارحموا لي في الارض يرحموك الله في السماء وهذا البرنامج الخيط ابيض ودير قصه الناس شوهتونا مرتونا وزدت هذا البرنامج ديال الميمه واش عباد الله الشعب المغربي ترى الدرجه مسخوط بكيتونا مرتونا واش بغيتو تطلبوا جقروا سيروا على السي بوزوبع سيروا على السي العلاوي يعطيكم شيك مابقاوش تطلبوا بعباد الله حشومه راه حشومه واش عباد الله هذاك النهار انا داخل الدار مريح الدار المراه مخاصمه مع الوالده هضرت مع الوالده قالت لي واش بغيتي ديري تديري الخيريه وحشومه كديروا لي ديك الجمعيه ديال الميمه واش كاين شي واحد كيسمح في والديه راه كاينين شي والدين الله يهديهم كيسبحوا في ولادهم وكيديروا المشاكل راه هما من هذوك الناس اللي كاينين في جمعيه الميمه راه ما هاد جمعيه الميمه سترونا ها خيط ابيض ها قصه الناس ها هادي شوهتونا والراديو دابا احسن من التلفازه الراديو الله العظيم بالله اخويا امين والله العظيم اخويا امين انا الراديو احسن من التلفازه كتشد نور الدين هذاك هو الفريده C'est la vérité, mon frère. Et moi, j'ai parlé la vérité, moi. Et moi, sérieux, moi, grand joueur de tennis, man, mon père, et la guerre, moi. Mon 80-20, il travaillait de Heckler. S'il te plaît, écoute, moi, je suis le commissaire, je suis le modèle. Je suis le commissaire. 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 واش نتوما واش الشعب المغربي مكلخ حتى لهاد الدرجه
واش الرجال ما كاينينش، انا الناس قاريين ما كاينينش، علاش صافي قلتوا الشعب المغربي راه حتى شي واحد ما كيفهم؟ راه كاينين دراري شباب الحمد لله بحال السي امين، ها هو كنوجهوا لكم على بو امين غدوز عليه، ها هو سعد الجحيم ودار دور زوين وتمثيل زوين بحال داك الفيلم، انا عجبني دار الواقع، بين لنا الواقع اش كاين في كازا واش كاين في المغرب. واسمح لي يا خويا اسماعيل، انت كدوي مع الدريات في التليفون وكتبارلي بفرنسي بزاف، اخويتي كيفاش خويتي واش عندك البهيم واش شمزابي وسيدي حجاج ولد العلوه، تهضر مع الدريات وتقول لي اخويتي وانت كتحكم على عباد الله. انا اخويا اسماعيل شوف، انا كنتي عزيز عليا وكديما البرنامج ديالك كتصنط ليه بين 10 ديال الليل حتى 12 ديال الليل، كتصنط لك انت وكتصنط مصطفى وكتصنط نور الدين وكاع دوك الناس اللي في الراديو، وانا كنوجه التحيه اذاعه محمد السادس واذاعه اف ام، ناس مزيانين. وانت اخويا اسماعيل تهوم المشاكل، اخويا اسماعيل غنصحك واحد النصيحه، راه لقيتي غادي بحال مكة كطلق العيالات بين رجالاتهم وكتحكم على بلادهم وانت مشيش، انا عيطت لك مرتي في التليفون، عيطت لك مرتي في التليفون، التليفون عيطت لك مرتي، واش انت اسماعيل عندك اختك؟ انا عندي مرتي، انا عفوا اخويا اسماعيل، انت داك الشيء اللي درتي تلفت واحد شويه، انا غنجي من الموضوع الاخر. دابا انت كيعيطوا لك الدريات كتقول لك الو خويا اسماعيل عندي مشاكل، خويا اسماعيل الراجل عندي ما كيخدم ما كيردم وهادي، وانا اخويا اسماعيل فاش جا في الاول ما كنتش عارف عليا دوك الحوايج. اخويا اسماعيل راه ما كاينش شي راجل ما كيبغيش مرتو، راه المراه اللي كتجا مع راسها راه غتجمع راسها وغتحترم راجلها، لا قالت لا عارف راجلها اش كيبغي، شنو هو اللي كيعيو شنو هو اللي كيقلقو، راه ما عمرو بغيت تخاصمو. ولكن اخويا انت اسماعيل كتحكم على الغيب، انت اخويا اسماعيل كتهضر بالفرنسي بزاف، حنا راه في المغرب دو معانا بالعربيه الله يرضي عليك خيتي، انت من الفرنسي خيتي من الحمارة الطيارة، تا قول لي با اسماعيل، قول لي انا راه خوك انا ما ندوزكش. ودابا اخويا اسماعيل واحد الدريه عيطت لك، واحد الدريه عيطت لك قالت لك راجلي شمكار لقيتو كيبيع الحشيش لقيتو كيبيع الكيف وهادي والديك بواه بزناز هادي، وانت كتقول شمكار كتحكم على عباد الله كتعير عباد الله كتقول شمكار، لا عيرتي هذاك راه بحال عيرتيني انا، حتى انا غدا بعد غدا تعيط لك مرتي. اخويا اسماعيل عطيتك شي دريه دير لها عقله، دير لها اخويا عقله اخويا اسماعيل، وانت اخويا هذا البرنامج عندك أخوي.